عين سيادة المطران خريستوفوروس مطران الروم الأرثوذكس في الأردن قدس الأيكونوموس فرح حداد كاهنا مناوبا في كنيسة القديس نكتاريوس الصويفية ومرافقا لسيادته في الخدم الليتورجية. على صعيد آخر، وفي كنيسة مار الياس للروم الملكيين الكاثوليك بمرج الحمام أقيم قداس إلهي مهيب بمناسبة تسلم الأب خالد شعبان زمام الرعية من الكاهن السابق الأب جورج شرايحة الذي انتقل إلى رعية مار يوسف في صافوط، حيث تلى الأب شرايحة في عظة القداس مرسوم تعيين الأب شعبان الصادرة عن رئيس أساقفة الأبرشية كير جوزيف جبارة الكلي الاحترام. نحن جوزيف جبارة رئيس أساقفة أبرشية بترا وفلادلفيا وشرقي الأردن للروم الملكيين الكاثوليك، وبسلطاننا الأسقفي المألوف وعملا بالمادة 284 البند الأول من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية وعملا بالشرع الخاص لكنيستنا، قررنا تعيين الإرشمندريت الأب خالد شعبان كاهنا لرعية القديس إيليا مرج الحمام. نكفي معليش. وتوليته كافة الصلاحيات وذلك لمدة 6 سنوات قابلة للتجديد. وإننا إذ نستمطر بركة الثالوث الأقدس على الرعية نشكر الأب محمد جورج شرايحة الكاهن السابق، ونسأل التوفيق والنجاح للكاهن الجديد صدر عن ديواننا الأسقفي كير جوزيف جبارة رئيس أساقفة بترا وفلادلفيا وشرقي الأردن للروم الملكيين الكاثوليك. نرحب بأبونا خالد. كما قدم كل من الأب شرايحة والأب شعبان كلمات روحية مؤثرة عن محورية حركة الكاهن بين جميع الرعايا في الأبرشية الواحدة، والذي يعكس روحانية الخدمة الكهنوتية في جانبها الرعوي. أشكر التلينمير ونورسات على هاللقاء الجميل، أول لقاء لي في رعية مرج الحمام، وأنا فخور بإني أكون في رعي لهالأبرشية الجديدة هالرعية الجديدة. وكمان بشكر سيادة المطران جوزيف جبارة اللي أوكلني بهذه المهمة. نشكر كمان أبونا جورج اللي تركنا وراح على عمل رسالة ثانية، وهذا ندل على محبته وتقديره إنا وإلكم جميعا. احنا اليوم مبسوطين كثير، وإن شاء الله الأمور راح تكون إلى الأمام، وإحنا راح نستمر. كل واحد منا في عنده إيجابيات وعنده سلبيات، فإحنا بدنا نحاول نأخذ الإيجابيات نستمر في الطريق إلى أن نصل إلى القمة، وهيك منكمل بعضنا البعض. وإن شاء الله هلأ في عندي أسلوب طريق جديدة حتى أتعرف على كل الرعية، نذكر أسميهم تاريخ ميلادهم حتى نهنيهم بعياد ميلادهم تاريخ زواجهم، هيك بكون استمرار بين كاهن الرعية والشعب، وهذه الطريقة الوحيدة بكون يعني أنا دائما مع رعيتي عن طريق التلفون، عن طريق الزيارات، عن طريق اللقاءات الكنيسة، وهيك بنتصل مع بعض ونكون حقيقة جسم المسيح الذي هو رأس المسيح هذا الجسم. وإحنا بشكركم جدا والله يعطيكم العافية. شكرا. وفي ختام القداس عزفت كشافة الرعية الموسيقى وأطلقت الأهازيج والصيحات الكشفية في موكب حافل سار فيه الأباء الكهنة والشمامسة، كما قدمت الرعية درعا تكريميا للأب شرايحة على خدمته الرعوية الممتدة ل6 سنوات.